لساتك موجوع؟ لا عم اتحسن. تعال. لك شو هالدلال هاد كله؟ بس لأنك مريض. شو هالأكل هاد بشهي؟ لو بعرف هيك القصة كنت عملت حادث من زمان لحتى اتدلل. هلأ المهم الدكتور قال لازم تتغذى منيح. هلوك بس بدي أقولك شغلة، لو سمحت أنا ما بدي البنات يعرفوا أبداً بقصة زفر. طيب ماشي مثل ما بدك. طيب وأنت ما تتدخل بهاي القصة لأنه متأكدة أنه ما بيقدر يواجهني مرة تانية، وإذا عملها بعرف كيف أتصرف معه. طيب مثل ما بدك. ولسا بدي تلاقي طبيب نفسي وتتعالج عنه. رايح اصلا من بكره ناوي بلش، حتى ما نروح سوا اذا ما عندك شيء. تمام تمام. بلش بشو؟ بلش بالبطاطا. علي شو هالعمل الوسخه تبعك؟ انت جنيت جاي تبهدلني؟ انا جاي اقول لك تمحي الفيديو فورا، يلا بسرعه. علي ما بتقدر تجبرني على شيء. عم اقول لك هلا بدك تمحيه وبدك تحس فيه على الانترنت. انا لهلا محترم صداقتنا وعم حاكيكي بالسوق. اصلا كل الحق عليك، لو ما عزمتها ما كانت اجت. ما كنت متخيل يطلع كل هالشي منك يا خانم. قلتولي مسحه صغيره بس وديدام كذبت علي وساعدتك، فهمتيها اني معجب بسيرين لهيك خلتني اعزمها. انا الحق علي سداتك. إذا بدك ما تكبر القصة بتروحي هلأ وبتمحي الفيديو فوراً. طلع شكنا بمحله. أنت خايف عليها؟ لكي أنا مستعد أطلع بروحك هلأ. عم تفهمي توشا؟ وبتعرفي أني بعملها، لهيك فوتي وامحي الفيديو هلأ. ماشي؟ ما بقى بدي شوفه. علي اليوم ما رح أمحي، بلكي بكرة بعدين انتشر وشاركوا الكل. طيب خلص روح ارتاح وبس تهدى منحكي على رواق. يلا باي بشوفك. توشا تعي لهون. توشا توشا افتح الباب احسن لك. توشا انا بقدر امحي الفيديو. عن جد بتقدر تمحي؟ اللي على الانترنت بمحي، مو صعب علي، بس اللي على الموبايلات ما حدا بيقدر يمحيهم. معلش انا بدبر الباقي، انت حذف لي كل شيء انتشر. يسلموا ايديك. هلا حابة رتب الأحداث مثل ما أنا متذكرتهم. أول شيء فكر إني أنا كاتبة رسالة وقال لي نازلي أنتي رفيقتي وبس. بعد شوي قال لي يا ريت كانت منك وأنتي اللي كاتبتيها. هو هيك قال ولا أنا هيك سمعت؟ لا هو يا دوب طلع صوته، أنا أكيد تخيلت اللي سمعته. أوف يا الله ليش ما عم بعرف اللي سمعته من اللي ما سمعته؟ ألو كيفك حبيبتي؟ لكي أنا عم فكر أجل موعدنا اليوم، طلع عندي مواعيد كتير بالعيادة ما رح أفضى. بس إذا بتحبي نلتقى المساء. صار لك شي حبيبتي؟ ايه صار لي شي، ماني منيحة بنوم. شبك؟ يا ريتك دعستيني، على القليلة ما كنت بقى بحس بشي، بدي موت وارتاح من هالعيشة. شو صاير معك؟ احكي لي، واقعة بمشكلة وما عم تنحل؟ احكي لي بلكي بساعدك. لا ما بدي، واصلا ما حدا رح يقدر يساعدني. ماشي، طيب في كافيه قريب من هون، إذا بتحبي منروح منشرب شي بارد ومنحكي هنيك. حبيبتي فيكي توثقي فيني ماشي؟ أنا رح صف السيارة على جنب وبرجع لك، لا تروحي من هون تمام؟